نظمت جمعية ترميم الخيرية في مقرها بالدمام فعالية ليالي ترميم، تعرض من خلالها مسيرة الجمعية التطوعية والتنموية التي أسهمت في توفير بيئة سكنية آمنة وإحياء قيم التكافل الاجتماعي. الفكرة نبعت من حيث أننا نبغى ندعم الشركة، نبغى ندعم الناس المشاركين معنا، نبغى ندعم التطوع، نبغى نبرز دور الشركات المانحة والشركات اللي جالسة تدعم ترميم. فعالية تستمر لمدة 3 أيام بمشاركة المتطوعين والداعمين المساهمين في جعل جمعية ترميم فريدة من نوعها على مستوى المملكة. عديد من المتطوعين في كل الاختصاصات، عندنا مهندسين وعندنا اختصاصيين فنيين كسباكين ومبلطين وكافة المهن الأخرى، كلهم من الشباب السعودي والشابات السعوديات، بحيث أن وصل عدد المتطوعين إلى الآن بالجمعية 450، وطبعا الرقم قابل للزيادة بالمستقبل. هذا الهدف وهذه الرؤية اللي تملكها الجمعية الفتية ربما كانت أحد أسباب وصولها إلى مراكز متقدمة بين الجمعيات، وأن صيتها أصبح ذائع وشائع بين الجمعيات الخيرية في جميع أنحاء المملكة وبين حتى أصحاب الرأي والقرار في المملكة. إحنا فخورين فيهم جداً ونتمنى لهم التوفيق، ونتمنى أنهم يستمرون أيضاً في نقل تجاربهم إلى الجهات الأخرى وقطاعات المملكة الأخرى. قرابة 4 أعوام مضت وجمعية ترميم الخيرية تعتني بترميم منازل الأسر المحتاجة والمتعففة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية. محمد الدهام، الإخبارية، الدمام.